قابيل، أين كنت؟ وما الذي جاء بك إلى هنا؟ هذا شأني. متى تجد الشجاعة لإعلان نيتك؟ لا أنتويه، لن يسرك يا هابيل. متى سينتهي هذا الحقد والحسد من قلبك؟ إنك تستحق الرثاء للحسد. ما أبغضك حين تتظاهر بالحقد؟ يجب أن تخجل الحياة لانتسابك إليها. اعقد العزم ولا تتردد، انتهز الفرصة الآن واقضي عليه. سأقتلك. قلت هذا كثيرا، أنت أجبن من أن تقتل. أراك تتظاهر بالشجاعة. اعلم أنني لا أخافك، حقدك وحسدك جعل منك شيئا حقيرا تافه النفس. لا تنصت إليه ونفذ ما عزمت عليه. اقتله يا قابيل، اقتله كي تفوز بحبيبتك إقليما. ألقي بهذا الحجر الذي بيدك، إنني أعيذك أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من الظالمين. اقتله الآن، اقتله، لقد أخذ منك إقليما، هل نسيت؟ سأقتلك يا هابيل. مرة أخرى أقولها لك، لئن بسطت يدك إلي لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. ولكن هذه الكلمات الرقيقة المفعمة بالإيمان لم تنفذ إلى قلب قابيل القاسي الذي أوصد أذنيه أمام توسلات أخيه وجمد قلبه من كل مشاعر الحب والرحمة. أخي، لقد ظلمت نفسك يا أخي. هابيل، أخي، أفق يا هابيل، هابيل. آدم. آدم، تعال يا آدم، أقدم. أقدم لترى ماذا فعل بنوك. أقدم ليتقطع قلبك حسرات على بنيك. أقدم يا آدم، أقدم. انطلق يا نهر الدم في مجراك الأبدي ولا تبالي، إنها البداية يا آدم. قتل هابيل، قتل. تحقق وعدك يا إبليس في آدم وبنيه. إنه يوم الانتصار، يوم الأمجاد، يوم سنجعله عيدا نحتفل به كل عام. ما هذه الطيور السوداء التي تملأ السماء هناك؟ يبدو أنها تحوم حول جيفة أحد الحيوانات. أشم في الهواء رائحة الموت. قابيل لم يعد حتى الآن، وكذلك هابيل. لماذا تأخرت أيها الحبيب؟ سأذهب وأستطلع الأمر. تبدل حال قابيل، فزال عنه الغضب وركبه الخوف. ترقب بلهفة أن ينهض أخوه أو يتحرك. انحنى فوقه وأخذ يهزه برفق،
ولكن لم يستجب. ناداه برجاء فلم يستجب. تطلع حوله خائفا ولكن لم يكن هناك من حي إلا الأغنام التي تبعثرت في الوادي بعد أن غاب راعيها. شعر آدم بالحزن والقلق وأدرك أن شيئاً ما قد حدث حين رأى أغنام هابيل مبعثرة في الوادي دون راعي، وأخذ ينادي على ابنه هابيل لكن أحداً لم يجب. أدرك آدم ساعتها كل شيء وعرف أن قابيل قتل أخاه. قابيل! قابيل أيها القاتل! اللعنة عليك يا قابيل! عليك اللعنة يا قابيل! السماء تلعنك يا قابيل! السماء تلعنك يا قابيل! فعلتها يا إبليس! فعلتها أيها الملك! أنت مليكي أيها السيد! يا معشر الجن! يا جنود إبليس الأوفياء! أقيموا الأفراح! ابتهجوا! ابتهجوا يا أبناء إبليس! اعصفي يا رياح الشر! اعصفي على الأرض! نعم، فاليوم عيد، بل هو عيد الأعياد، يوم أن سالت دماء بني الإنسان في هذه الأرض. إنها البداية فقط يا آدم، فلينفطر قلبك على ولدك هابيل. حقق إبليس وعده، حقق سيدي ومولاي وعده. إبليس يا مليكي، حققت وعدك، حققت وعدك. ما أحزنه من مشهد! قابيل لا يعرف كيف يواري سوءة أخيه. ما كان أغناه أن يعيش هذه اللحظة البائسة. فلتعد أصابع الندم أيها الابن العاق على ما أجرمته في حق أخيك. خدعه إبليس وأضله ثم تخلى عنه. ما أشد لو عتق بآدم وحواء على ما حاق بهابيل. دعينا نشاهد ماذا سيفعل هذا الشقي؟ أظلمت الدنيا في وجه قابيل، وسؤال واحد كان يدور في ذهنه ويلح عليه بشدة ولا يجد إجابة عليه: كيف يخفي جثة أخيه؟ وبينما هو غارق في مخاوفه وأفكاره، رأى أمامه شيئاً عجيباً. قابيل آخر،